والآن وختاما لهذه الدورة يتفضل سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني بتوزيع شهادات على المشتركين في الدورة. المدربون العقيد ريكي، البروفيسور سيرا، البروفيسور دورينغ، بروفيسور شيبنز، بروفيسور هيربران، العقيد طبيب حمادي فيالة، بروفيسور بيوتلر، النقيب محمد الجمودي، الدكتور سمير سعد الله، العميد علي قنديل، الدكتور علي ماهر أبو عوف، المشتركون في الدورة من الدول الشقيقة: ملازم أول شاهر العساف، ملازم أول طلال محمد، ملازم فيصل عارف عبد الرحيم، ملازم محمد خالد بكير، ملازم عبد اللطيف عبد الحميد من الأردن، وفد الإمارات العربية المتحدة السيد سليم حسن خليفة أبو سلطان، الرقيب صالح عبد الهادي، العريف سيف سعد راشد، الجندي الأول عمر سالم عبد الله، وفد السودان الشقيق العقيد بحري مبارك عبد الرحمن، المقدم أحمد مرسي محمد، مقدم طبيب محمد عبد القادر نابوري، ملازم أول عبد الرحمن محمد أحمد، ملازم أول خالد علي خير السيد، وافد سوريا الشقيقة مساعد أول خليفة العطيش، رقيب زياد عطلة، السيد طارق محمد علوش، السيد سمير اليان سعد، وفد العراق الشقيق رائد طبيب مهند عبد الغني عبد الكريم، ملازم أول نبيل فيليب رزق الله، ملازم أول عدي هاشم عبد العزيز، ملازم أول نبيل طه عبد الكريم، ملازم أول خيري حسن حبيب، ملازم أول مضحم سير حالول، وفد الجمهورية العربية الليبية الرائد إبراهيم حميدة حراقة، نقيب طبيب علي عمر عسكر، الهادي محمد المشري، ملازم محمد خليفة صويد، ملازم مضر محمد أحمد، من قواتنا المسلحة النقيب خالد حسن البياري، السيد ياسين أحمد مصطفى، السيد عوض بسطاوي محمد، السيد سمير محمود محمد صوان، السيد بطي صالح الهتمي، النائب عوض عبد ربو عبد الرحيم، ملازم أول مسعد سعيد قدار، السيد سعيد سعد السند، إبراهيم مسعود الكعبي، الرقيب يوسف حسن العبيدلي، النائب خالد صقر الكعبي،
النائب محمد طه محمد بيومي، الوكيل الأول سلمان الماس جمعة، السيد جابر يوسف ملا صالح، السيد راشد حارب محمد المهندي، السيد عيد مبارك عيد، السيد عنبر بشير بكر، السيد محمد علي المهندي، السيد يوسف محمد سيف، السيد محمد زيد سليطي، النائب فرحان سالمين الرميحي، السيد خالد بلان صابر، السيد عيسى نجم الهتمي، النائب محمد عبد الله حمد الملا، وكيل عريف مفلح سعد مسعود، نائب منصور علي، عريف ناصر محمد حسن، وكيل عريف منصر محمد صالح، جندي علي صالح يحيى، السيد يحيى أمين الباز، السيد عز الدين محمد خليل، السيد عبد الرحمن صالح إبراهيم، السيد عبد المنعم إبراهيم عدس، النائب سالم شيحان عنبر، السيد جابر عبد ربه عبد الله، السيد فايز سعيد عوت الله، العريف سالم عبد الله صالح، الوكيل عريف فهد منير، العريف مسعد ناجي عبد الله، الجندي علوي حمد علوي، إبراهيم الطاهر إبراهيم، محمد صالح حسين، حسن مختار إبراهيم يوسف، محمد وفا سامي، سعيد أحمد الصياد، زين العابدين مهدي عبد الله، ساهر راسم الجاعوني، محمد غانم الرميحي، سلطان محمد علي المنصوري، عبد العزيز علي الهتمي، محمد رضا عبد الحسين، فيصل عبد الحسين إبراهيم عباسي، وجدي حسن جمال، رستم حاجي باقر، سامح راسم الجاعوني، أحمد صالح أحمد، أنور حسين محمد الغول، جمال صبح الخطيب، سلمان حسن كنار، عمر النور الأمين، عمر إبراهيم الخطيب، لقمان حكيم أمير، محمد خير محمد علي كابتيلو، الدكتور إسماعيل قطامي، السيد سيف الحجري. والآن يأتي دور اللجنة المنظمة التي شاركت في إنجاح هذه الدورة. المقدم محمد شمس الدين، المقدم رسمي إبراهيم، الرائد عبد الله سالم، الرائد علي خليل أبو الحاج، محمد الرائد محمد كاظم، الرائد محمد عويضة، النقيب أحمد الجيدة، النقيب مدحت الجاعوني، النقيب أحمد غنيم، الملازم محمد محسن عوض، الملازم مال الله عبد الله، الملازم محمد الكعبي، الملازم محبوب علم، وكيل ضابط عقل قدومي، السيد محمد توفيق عاكف، السيد عبد الرحيم أبو عوف، السيد رمضان خليفة، الدكتور فؤاد مقار، الدكتور بسام قدورة، السيد مازن حجازي، السيد عبد الوهاب المصري، السيد خليل إبراهيم، السيد نافذ الرمال، السيد فتحي أبو زيد، السيد يسري عمر، السيد أحمد المغني، السيد محمد عاهد الشنطي، السيد عادل أيوب الغالي، السيد صالح محمد يوسف، السيد مجدي عبد الحميد، السيد مصطفى لبيب، السيد حسن جمال، السيد إبراهيم مصطفى، السيد سيد عبد العظيم، السيد علي رضوان، السيد حسن أحمد عباسي، السيد موسى علي أبو عزب، السيد عادل أبو بكر، السيد محمد عبد المطلب، السيد أحمد هلال حزام، السيد صلاح محمود عبد الدائم، السيد مبارك أحمد حسين، السيد حسن علي التميمي، السيد عبد المنعم سيد عبد الرحيم.
والآن وبهذه المناسبة يتفضل العقيد ريكي المدير الفني للدورة التدريبية بتقديم بعض الهدايا التذكارية للجنة المنظمة العليا. المقدم محمد شمس الدين، المقدم رسمي إبراهيم، الرائد عبد الله سالم، الرائد علي خليل أبو الحاج، الرائد محمد كاظم، الرائد محمد عويضة، النقيب أحمد الجيدة، النقيب مدحت الجاعوني، الملازم مال الله عبد الله، السيد محمد توفيق عاكف، السيد عبد الرحيم أبو عوف، السيد رمضان خليفة، السيد مازن حجازي، السيد نافذ الرمال، وعرفانا بالجميل وشكرا على حسن التنظيم يتفضل العقيد ريكي بتقديم هدية تذكارية للمدير الإداري للدورة التدريبية الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني.